قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع ليندا اللي بتكون قاعدة مع صاحبتها سارة وبتدور في الصناديق بتاعت والدتها اللي ماتت. بعدين بيلاقوا كاميرا شكلها قديم جدا واللي بتطلع الصورة في ساعتها، فبتقرر سارة ان هي تتصور بيها، وهنا بتحاول ليندا ان هي تصورها، وسارة بتشوف خيال غريب جدا قدامها لكنه بيختفي على طول ومش بيظهر في الصورة. وبالليل بليندا بترجع تاني على البيت، وبتفضل سارة قاعدة لوحدها وبتسمع صوت غريب جاي من الكاميرا، وفي الوقت ده بتشوف خيال غريب جدا في الصورة بتاعتها، والنور بيبدأ يقطع في المكان وبتحس بحركة غريبة في البيت. هنا بتكون شاكة ان ده مقلب من صاحبتها ليندا، فبتنزل للصالة عشان تشوفها ومش بتلاقي حد موجود. بعدين بتقع قدامها كرة صغيرة من العلية، فبتطلع عشان تشوف مين اللي فوق. هنا بيظهر ليها شبح مرعب جدا وبيمسك ايديها، فبترجع بسرعة على السلم لكنها بتقع على الارض والكيان بيخلص عليها. بعدها بنروح على واحدة اسمها برد في الجامعة بتاعتها، واللي بتكون موهوبة في التصوير من صغرها. هنا بتحاول تصور صاحبها اللي معجبة بيه، وفي الاخر بترجع على الشغل بتاعها واللي بيكون في محل صغير للاجهزة القديمة. وفي الوقت ده بنشوف تايلور صاحبها في المحل، واللي بيكون معاه كاميرا قديمة جدا وشكلها قيم، وبيعرف برد ان هو لقاها في المزاب بتاع المدينة. بتفضل برد تبص على الكاميرا وبتعرف ان هي بتطلع الصورة في ساعتها، فبتجرب اول صورة مع صاحبها، وهنا بنعرف ان هو معجب بيها، فبيحاول ان هو يقرب منها لكن برد مش بتهتم بيه وبتخرج من المحل. وفي صندوق الكاميرا بيشوف صورة سارة لكنه مش بيركز معاها، وبترجع تاني برد على البيت، وبتقرر ان هي تصور الكلب بتاعها لكنه بيكون خايف جدا من الكاميرا، وبتيجي كيسي صاحبتها عشان تعزمها على الحفلة بتاعت بالليل. بعد شوية بيخرجوا من البيت، وبرد بتكون لابسة هدوم تنكرية ومعاها كاميرا بتاعتها عشان تصور صحابها. لكن في الوقت ده تايلور بيكون قاعد في المحل عشان يصلح الأجهزة، وبيشوف خيال غريب ورا الستارة، بيحاول يعرف مين اللي واقف لكنه مش بيلاقي حاجة، فبيعرف ان العيب اكيد من الجهاز. وبعد شوية بتحصل معاه حاجات مرعبة في المحل، والكيان بيهجم على تايلور عشان يخلص عليه. وهنا برد بتوصل على حفلة لكنها مش مبسوطة، وصاحبة المكان بتكون متنكرة في لبس ساحرة وبتفضل تلعب معاهم. بتطلب من برد ان هي تسحب كارت عشان تعرف حظها، لكنها بتعرف ان الموت هيكون وراها في كل حتة. وبعد شوية بتشوف واحد مقنع مخيف عمال يبص عليها، ولما بتقرب منه بتعرف ان هو صاحبها كنور اللي معجبة بيه. بعد شوية بيجي بقى اصحابها عشان يتصوروا مع بعض، لكن برد بتقترح عليهم ان هما يتصوروا بالكاميرا بتاعتها. وفي اللحظة دي بتنضم كيسي ليهم في اخر لحظة، والصورة بتكون عبارة عن اربع اشخاص، لكن في خيال مرعب ظهر وراهم. بتحاول برد ان هي تشوف اللي ظهر في الكاميرا، لكن الصورة بتكون ما فيهاش اي حاجة. وهنا ايفري بتتضايق ان هما تصوروا من غيرها، فبتحاول تصور نفسها صورة وما تعرفش اللي هيحصل ليها. بتفضل مستنية تشوف الصورة بتاعتها، لكن في الوقت ده الشرطة بتوصل على المكان وبتكون عاوزة تحقق مع بيرد في موت صاحبها. بعدها بترجع تاني على البيت وبتحكي لأمها عن اللي حصل معاها وعن موت زميلها في الشغل. وفي القطة بتفضل سهرانة مش عارفة تنام، لحد لما بتشوف الخيال اللي كان في صورة تايلور اختفى وراح على الصورة بتاعت ايفري. هنا بتعرف ان هي لازم تكلم ايفري عشان تحذرها، لكن بتعرف ان الموضوع اكيد مش حقيقي وبتنام لحد تاني يوم. في الوقت ده ايفري بتقرر ان هي تنظف الشقة بتاعتها بعد الحفلة، لحد لما بتحس بخطوات غريبة في الصالة، وبتلاحظ ان في تمثال زيادة في المكان، لحد لما الكيان بيهجم عليها وبيكون شكله مخيف جدا. بتحاول ايفري ان هي تهرب منه لكنها بتخبط في كشاف الصالة، والكيان بيخلص عليها بكل سهولة وبتموت ايفري. وتاني يوم بتعرف برد ان صاحبتها ماتت، وبتشوف ان الخيال اللي كان في صورة ايفري اختفى وراح على الصورة بتاعتهم. بتعرف ان اللعنة دي بسبب الكاميرا اللي معاها، فبتحاول ان هي تتخلص منها لكن بيحصل انفجار في الاوضة اول لما بتفكر ان هي تكسرها. بعدين بتروح على مدرسة عشان تعرف صحابها اللي حصل، وان الدور في الموت هيكون عليهم، لكنها ما تعرفش مين اللي هيموت الاول، وطبعا محدش بيصدق اللي بتقوله لانه مش كلام طبيعي. وهنا ديفون بيحاول يعرفها ان كل ده صدفة مش اكتر، وبيولع الصورة عشان يتخلص منها. في الوقت ده النار بتمسك في ايد صاحبته ومش بتطفي الا لما هم يقرروا ان هم يطفوا الصورة. بيرجعوا على المستشفى عشان يعالجوا صاحبتهم، والصورة بترجع مرة تانية سليمة. وبتعرفهم برد ان تايلور هو اللي جاب لها الكاميرا قبل ما يموت، وكان معاه صندوق صغير لازم يوصلوا ليه. بترجع تاني على المحل عشان تدور فيه، لكن بيظهر تاني الخيال قدامها وبيكون قرب يموتها، لكن بتقدر ان هي تهرب من المكان بمساعدة صاحبها. وهنا بتستغرب برد ان الكيان بيهجم عليها هي كمان، فبيعرفها كونور ان هي ظهرت معاهم في الصورة، فبتشوف ان هي ظهرت في الصورة من خلال انعكاسها في المراية، وانها كده هتموت زي باقي اصحابها. وهنا بتحاول ان هي تتصل باصحابها عشان تحذرهم من اللي عرفته، لكن الكيان بيخلص على صاحبتهم على طول. ولما بيرجع ديفون على الاوضة في المستشفى بيعرف ان هي انتحرت، وما يعرفش ان الكيان هو اللي خلص عليها. والشرطة بتحاول ان هي تحقق مع بيرد في اللي حصل، وديفون بيعرفها ان هي السبب في كل اللي بيحصل لهم، وبتزعل جدا من كلامه.
وهنا كنور بيحاول ان هو يتكلم معاها عشان يهديها، وبيعرفها ان كل اللي حصل ده كان صدفة مش اكتر، لكن بيرد بتعرفه ان هي السبب في كل حاجة، وان ابوها هو كمان مات بسببها، وان هي ما كانتش تقصد ان هي تعمل كده. فبتقرر ان هي تفتح الشنطة عشان تعالج المشكلة، وبتشوف اي حاجة توصلهم للحقيقة، لكن بتلاقي ورقة غريبة جواها، وبتعرف ان في جريمة حصلت سنة 1974. فبيرجعوا للمكتبة عشان يشوفوا اي جريمة حصلت في نفس التاريخ، وبيعرفوا ان في قضية لثلاث اطفال ماتوا من مدرس التصوير. وبتعرف بيرد ان اسم المدرس هو نفس اول ثلاث حروف معمولين على الكاميرا، وان الخاطف كان مريض نفسي بيقدر ان هو يصور الاطفال وهو بيعذبهم. بترجع تاني لصحابها عشان تعرفهم الحقيقة، وان الكيان بيتأثر من الحرارة والاضاءة، وان هو لو ظهر ليهم في اي وقت ممكن يخلصوا عليه من خلال الانوار، لكن ديفون بيكون متضايق جدا وبياخد منها الكاميرا عشان يكسرها. فبتحصل خناقة ما بينهم في المكان لحد لما الكاميرا بتصورهم بالغلط، وديفون بس هو اللي بيطلع في الصورة. هنا بيشوفوا ان الخيال طلع من الصورة بتاعتهم عشان يروح على الصورة بتاعت ديفون واللي بيكون الدور عليه. وبعدها بيعرف ان هو لازم يصور بيرد هي كمان لانها سبب في اللي حصل، لكن كيسي بتحط قلم في الصورة واللي بتأثر على ديفون في الحقيقة. هنا الشرطة بتوصل على مكان عشان يعرفوا الموضوع، لكن ديفون بيضرب الضابط بالغلط. بعدها بتروح بيرد على القسم عشان تتكلم مع المأمور وتطلع ديفون من السجن قبل ما يموت. هنا المأمور بيعرف ان هم شاربين حاجة وبيطلب ان هم ما يروحوش على البيت بتاع القاتل. بتخرج بيرد من القسم عشان تتكلم مع مرات القاتل واللي بتكون غيرت اسمها بعد اللي حصل من جوزها. وهنا بيدخل عشان يتكلموا معاها، وبتعرفهم ان الكاميرا دي مش بتاعت جوزها لكن بتاعت بنتها ريبيكا اللي ماتت. وفي القسم النور بيقطع في المكان كله لحد لما بيوصل الكيان على هناك وبيخلص على ديفون. وبتبدأ الام تشرح لهم اللي حصل مع بنتها، وان هي كانت جميلة جدا وجابوا لها كاميرا هدية في عيد ميلادها عشان تصور بيها، وان هي اللي تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب الكاميرا، لحد لما اربع اطفال خرجوا معاها في يوم وفضلوا شربوها لحد لما سكرت. بعدين صوروها عريان عشان ينشروا صورها في المدرسة، واللي كانت السبب في ان هي تنتحر. فبيقرر الاب ان هو يخلص عليهم عشان ينتقم لبنته، لكن الشرطة بتوصل على الاستوديو قبل ما يقتل كل الاطفال. بعد كل ده بنعرف ان في طالب من الاربعة لسه ما ماتش، وبتديهم الصورة بتاعته عشان يعرفوا مين هو. وفي المدرسة بيشوفوا ان الطفل بيكون المأمور بتاع القسم اللي حذر بيرد ان هي ما تروحش على بيت القاتل. وبعد شوية بيظهر قدامهم، وبنعرف ان هو كان مراقبهم من بدري، وبيعرفهم ان كل اللي قتلهم كان كذب مش حقيقة. وكنور هنا بيقرر ان هو يصور عشان ينهي اللعنة، والمأمور بيعرفهم الحقيقة بالظبط، وان ابو ريبيكا كان مريض نفسي وهو اللي صور بنته كل الصور، وان هما كانوا عاوزين يعرفوا الشرطة بكل اللي حصل، لكن الاب قرر ان هو يقتلهم في الاستوديو بتاعه وهو الوحيد اللي فضل عايش منهم. بيقول لهم لو عاوزين يتأكدوا من الحقيقة ممكن يشوفوا تاريخ موت ريبيكا واللي هيكون بعد وفاة 3 اطفال مش قبله. في الوقت ده الشبح بيظهر ليهم في المدرسة وبيقطع صورة المأمور نصين واللي بيموت على طول في الحقيقة، وبيفضل الكيان يطاردهم عشان يخلص عليهم. فبتروح كيسي وبرد على الحمام عشان تشغل المية السخنة حواليهم. هنا الكيان مش بيقدر يوصل لهم بسبب الحرارة، فبتروح على كنور صاحبها عشان تشوفه، وبتعرفه ان هي لازم توصل للكاميرا عشان تخلص على الكيان، وبياخدها من على الارض بسرعة. وقبل ما الكيان يخلص عليها بتقدر ان هي تاخد الصورة بالكاميرا وبتحرق الصورة بتاعته عشان تخلص منه، وهنا بيختفي من قدامهم للأبد. وهنا بتعرف ان اصحابها بيكونوا كويسين، فبترمي الكاميرا في النار عشان تخلص منها، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.